رئيس يجيب يجيب الدراهم مشي يطلب الدراهم. انا طلاب طلبت على خاطر المولديه معليش شوي فيها نضرب على المولديه شوي فيها ما قيناش المساعده اخوتي ما قيناش شافون ندت في لابريس. اصوات هي للاعبين ومدربين ومسيرين تعالت وفرضت نفسها في عز زمن الاحتراف لنواد وفرق لسان حالها قال انقذونا. الأزمات المالية وإن كانت المرض الفتاك بالنوادي إلا أن هناك فرق أخرى تحتضر والمرض المصاب ليس كما المعهود وإنما بفعل البحبوحة المالية. فالشركات الوطنية المالكة لغالبية الأسهم في بعض الأندية لم تكن حصنا لمناعتها وصحتها وإنما كانت المشكلة الأساس بأم عينه. شفت لاعبين تاع المولودية يتسلفوا بيناتهم درهم هذا يسلف الهدايا على خاطر شراهم في أزمة كبيرة من هذا الجانب. سيدي فيريتي الناس لازم تعرف الحقيقة أخدش خبينا 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 جوسكا كون. هو مستجد وواقع. الفرق في الجزائر تعاني دائما وأبدا وتحت أي ظرف سواء كانت مدعمة أم لا. وما مطالب منح الشركات عند البعض وضرورة التخلي عنها عند البعض الآخر إلا مفارقة تظهر أن جوهر المشكلة قبل أن يكون ماديا يكمن في الذهنية وسوء التسيير في بطولة تستهلك أكثر مما تقدم.